مشاهدين اليوم 24 مرحبا بكم. اليوم غنخرجوا نسولوا الناس على الخيانة الزوجية، خليكم معنا. الراجل هاني يخون والمرأة لا؟ المرأة ما عندها حق تخون، الراجل عنده الحق. ديكتاتورية انت هاني تخون المرأة؟ هاني ما كاينش اشكال. ما مجوج انت؟ لا باقي كاع ما مزوج. ما تقبلاش انت؟ ما تقبليش خيانة بصفة نهائية؟ ما تقبليش خيانة زوجية كاع، ما عندكش، ما دخلش الكرة. لا ما يمكنش، الموضوع ما ناقشوش. ما ناقشوش صافي سالي. ما يمكنش صافي. شوف راجل من الاخر. لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. علاش دابا الا خانت المراه كيعيبوا لها؟ علاش خانت المراه مولا الدار، يعني مقابله الدار ديالها مقابله ولادها. الا خانت مرتي اش غندير؟ غنمشي نقولها لا اجي فاس اصلا ما نخوناش. علاش؟ حاجه واش كنبغاها؟ وفين هي؟ هي في الدار مجوج. لا باقي مجوج. باقي مجوج ولكن اللي غنتزوج بها راه كنبغي. اش تقول لها كنبغيك وداك الشيء؟ اه والله. شنو سميتها؟ كوتشر. كوتشر؟ اه شوفها كوتشر. ها هو راه مساعد ترى الوالد بيخونك. تتفرج هاني مش الوالد. شوفها كوتشر. شوفها كوتشر هو كيبغيك ومساعد ما يخونكش. شي بنات اليوم واعرين بزاف. خنتو بغيتي تزوج بشمره خويا خاصك تمشي تشكب بيدي صراق زيت وتحطها قدام الدار الا بغيتي الخدمه باش ما تخرجش من الدار. حنا نقولوا العكس، نقولوا الرجال اللي ما كيسواوش ياكل واخا الداره غير مقبوله لا على المراه ولا على الراجل. انا ديما كيقلب على المراه الثانيه، ما بقاش كيلقى راحته مع المراه الاولى. ديما انا براسي راه نقدر نقلب على الثانيه. انا غنقلب على الثانيه والثالثه ان شاء الله. الاولى فين هي؟ الاولى غنطلقها خويا. دابا مجوج كنت غنخطب كنت صيد من هذا المنبر كنقول لها تهنيت منك اختي. واحد النهار زوج وحسيتي راجلك كيخونك شنو ديري؟ عادي عادي جدا. لا ما كنسمحوش بعد المرات. ما تسمحيش؟ لا اشوف يمكن. انا كيفاش نشوف يمكن؟ ما تسمحيش لي. كاينه شي راجل يخونها. الخيانه ما خصهاش تكون. الخيانه ما خصهاش تكون عموما و نهائيا. واحد النهار خنتي شنو دير؟ اذا خنتي يعني نقدر نكفر عليها بشي يعني بشي لعيبه. كفر عليها كيفاش؟ يعني هادي يعني كيفاش غادي نخون؟ حيت ما فهمتش يعني. جيب لها شي دبليز زعما داير كفاره يعني. يعني الشركه. لا نقدر الشركه. يعني كيفاش الشركه؟ رفيقه الدرب. حيت اصلا حرام ومن الكبائر يعني من الشرع. انت الا تزوجتي ما تخونش؟ لا كاع. لا لا ما كتخونش دابا؟ ما كنخونش دابا. ما كتخون؟ لا ما كنخونش. انا اصلا ما غاديش يمكنش لي نخون المراه ديالي. ما نخونش. ما متاكد؟ متاكد ما نخونش. تقدر تزوج مره ثانيه؟ مرة ثانية هذيك محللة الشرع. ثالثة تمشي شي بوليغام محللة الشرع. الرابعة؟ الرابعة شحال الرابعة كاع. الخامسة؟ لا الخامسة لا. الخامسة واش حيد الأولى؟ لا الخامسة لا. لا لا ما يخونيش، لا ما يخونيش، نقتلو نقردو نلوحف. علاش؟ ناري حلفي بالله. متأكدة من؟ متأكدة ما يخونيش. عندي جواب. ما عندك جواب؟ لا. انت دابا كنسولو الناس ما كيبغوش يجاوبوا ما عارفش علاش. انا شريف نسولك نسولك قولي لي اش بالك في هذيك القضيه ديال الخيانه الزوجيه؟ الخيانه الزوجيه شكون اللي كياخذ؟ المراه ولا الرجل؟ وبجوج بصفه عامه. واللي كياخذ خصو الحبس.